بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. في هذه الآيات يبين الله عز وجل أنه وحده بيده الهداية والإضلال، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وهذا من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، وأنه وحده بيده الإضلال والهداية سبحانه وتعالى. ثم يبين عز وجل سببا
للهداية وسببا للغواية. فإن العبد إذا كان حريصا على الهداية وأخذ بأسباب تحصيلها ورغب في ذلك فإن الله عز وجل يهديه. أما إذا كان العبد معرضا عن الهداية ولا يأخذ بأسباب ذلك فإن الله عز وجل يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا عدلا منه سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. يقول سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والإنشراح بمعنى الاتساع، فالله عز وجل يوسع صدره للإسلام فيقبل الإيمان ويفرح به ويسعد به ويتلذذ به، بل ويقبل جميع أحكامه الشرعية، فصدره يتسع لجميع أحكام الله تعالى وشرائعه. وأما من أراد الله عز وجل إضلاله، الذي رغب عن الهداية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعل الله عز وجل صدره ضيقا شديد الضيق فلا يقبل إيمانا، بل إذا عرض عليه الإيمان استصعبه واستثقله. وتكون كلمة لا إله إلا الله على لسانه كالجبل، عياذا بالله تعالى، بعكس العبد المؤمن الذي يتلذذ بلا إله إلا الله والذي يفرح بقولها لأن الله شرح صدره لها. أما هذا المعرض فإن الله عز وجل يضيق صدره فيستثقل لسانه كلمة لا إله إلا الله، وصدره يكون ضيقا لا يقبل شيئا من الإيمان ولا من الأحكام الشرعية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي كأنه كلف أن يصعد إلى السماء وليس له حيلة في ذلك. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. النجس والندم من الأقوال والاعتقادات تقبلها مثل هذه القلوب الضيقة الحرجة، فكل ندم من قول أو اعتقاد تجد قلبه يقبله، كما أن قلبه غارق في الشبهات والشهوات. قلب لا يصل إليه الخير، قلب أغلف كأنه في غلاف، لا يصل إليه خير ولا يخرج منه خير. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، أي قد بينا لك يا محمد الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي يوصل إلى ربك تعالى. وهذا صراط ربك مستقيما، أي فاتبعه، لا
بينه الله عز وجل أعظم بيان ووضحه أيما إيضاح فاقبل وسر فيه. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة أيضا. ونحن في صلاتنا ندعو ربنا عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي أرشدنا واهدنا وثبتنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأمتنا على ذلك. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لا ينتفع بهذا التفصيل للأحكام ولهذا الدين العظيم إلا الذين يتذكرون، قوم علموا ثم عملوا. وهذا واجب المؤمن أنه يتعلم العلم الشرعي، العلم بالله والعلم بأحكامه، ثم يعمل بذلك. وهؤلاء جزاؤهم عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم، ودار السلام هي الجنة، وسميت بذلك لأنها سالمة من كل آفة وعيب. لهم دار السلام، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وإضافة الدار إليه سبحانه إضافة تشريف. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي تولاهم الله عز وجل في الدنيا بسبب أعمالهم الصالحة، فوفقهم لما يحب ويرضى، وفقهم للإيمان، ووفقهم للصالحات، وعصمهم من الكفر والطغيان. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين العاقبة الحسنة لمن شرح الله عز وجل صدره، ويبين أيضا العاقبة السيئة لمن ضيق الله صدره. فمن شرح الله صدره جعل له حياة السعادة بكل معانيها، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة السعادة بكل معانيها ومن كل جوانبها، فراحة البال والرزق الطيب الحلال والعيش الهنيء والزوجة الصالحة والولد الصالح والتوفيق للطاعة ولذكر الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من معاني السعادة. وما من إنسان في هذه الدنيا إلا وسعيه لرفع الغم والهم عنه، حتى أنك تجد من الناس من يقول: أنا أستمتع بمباهج الحياة. إن سألت كافرا يعيش في رغد العيش في أمريكا أو في أوروبا: هل تشعر بالسعادة؟ يقول: وهل هناك أحد سعيد؟ إننا نستمتع بالحياة فقط، يستمتعون بمباهجها الزائلة فقط، يستمتعون بالظاهر من زينتها. أما شعورهم بالسعادة وهم يستمتعون بمباهجها لا يجدونها. صدق الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا،
وهناك من يسعى لرفع الأمن والغم والضيق عنه بأنواع الطعام أو بأنواع الشراب أو بأنواع الكسب أو بالجاه أو بالسلطان، وهل وجدوا السعادة؟ لم يجدوها. إن قرأت في قصص المشاهير وممن يشار إليهم بالبنان من أهل الدنيا وجدت النهاية فيها تعاسة، جروا وراء السعادة الموهومة فلم يجدوا إلا الشقاء والحرمان، ولم يجدوا إلا التعاسة والنكد، بل ومنهم من تخلص من حياته بإرادته لأنه لا يجد سعادة، لعله يجد في الموت سعادة أو يجد في الموت راحة. أما السعادة الحقيقية في الإقبال على الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فالجزاء هذا هو الجزاء الحسن لمن آمن بالله وعمل صالحا. وأما من كفر بالله فيكفيك قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشته معيشة الضنك، معيشة الضنك بكل معاني من هم وغم وحزن ونكت، وإن تنعم ظاهره فصدره عياذا بالله مأوى لكل خبيث، وقلبه غارقا في الشبهات والشهوات يريد النجاة ولا يجدها. هذا عياذا بالله لمن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل الذي يبحث عن السعادة ويبحث عن طريق السعادة فلا بد وأن يتعرف على أسبابها. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أسبابا استقرأها من الكتاب والسنة، أسبابا لشرح الصدور، أسبابا لشرح الصدور، كيف يكون صدرك واسعا منشرحا، كيف يكون صدرك واسعا منشرحا، وكيف يكون صدرك ضيقا عياذا بالله شديد الحرج. أسباب شرح الصدور، السبب الأول التوحيد، التوحيد أن توحد ربك تعالى في أفعاله خالقا رازقا مالكا مدبرا حاكما آمرا ناهيا سبحانه وتعالى، وأن توحد ربك بأفعالك فتعبده وحده لا شريك له، تعظمه كمال التعظيم وتحبه كمال الحب وتنقاد وتخضع له سبحانه وتعالى، وتثبت له أسماء الحسنى وصفاته العلى عز وجل. فإن وحدت ربك عز وجل تمام التوحيد فإن صدرك يكون في أعلى الدرجات من الانشراح على حسب قوته. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
أما بعد فيا عباد الله، ومن أسباب شرح الصدر العلم النافع، تحصيل العلم النافع، العلم بنا الكتاب، العلم بالكتاب والعلم بالسنة. فإن أعظم الناس انشراحا في صدورهم هم العلماء بالله وبدينه وبشرعه، هؤلاء الذين يحيون بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يستوحشون من الناس ويفرحون بالخلوة مع الله، ويفرحون بالخلوة مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لأحدهم: ألا تستوحش، أي ألا تستوحش من ديمومة الجلوس بمفرده؟ قال: إني أجالس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بذلك العلم أن يقرأ عن سلف الأمة، ويقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ في كتاب الله انشرح صدره ولا شك، ومن قرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انشرح صدره ولا شك، ومن قرأ في سير الصالحين من العلماء والعباد والدعاة إلى الله تعالى فقد انشرح صدره ولا شك. فقصص الصالحين يحيي له عز وجل بها قلوب من جاء من عباده. فأهل العلم فروا من القيل والقال، وفروا من فضول المخالطة والطعام والشراب والنوم إلى كتب العلم ينتفعون بها. فتجد طارة وأنت تقرأ في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب من كتب العلم النافعة، تجد رقة في قلبك، تجد دموعا في عينك، تجد نفسك تدعو ربك، تجد نفسك مقصرا تحدث توبة، تجد نفسك محسنا تسأل الله الثبات وتسأله حسن الختام. هذا لمن جالس العلماء وجالس كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن أسباب انشراح الصدر أيضا كثرة ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، تطمئن القلوب بذكر الله، ديمومة ذكر الله. يذكر العبد ربه في كل أحواله وعلى جميع أحايينه، فإنه يذكر ربه سبحانه وتعالى في طريقه، في عمله، حتى وهو في العمل الصالح ذاكر لربه، يذكر ربه ويعدد نعمه عليه سبحانه وتعالى. فاذكر ربه بقلبه ولسانه وحاله، واذكر ربه أيضا بجوارحه باستخدامها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون ذاكرا لله شاكرا له سبحانه وتعالى. ومن أسباب انشراح الصدر أيضا الإحسان إلى الخلق بكل معانيه، الإحسان إلى الناس. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن. وكذا أيضا البشر والهشاشة وطلاقة الوجه وبذل الندى والمعروف والخير وكف الأذى. وكذا أيضا السعي على الفقير والمسكين والأرملة واليتيم تجعل الرقة في القلب، وتجعل الرحمة والشفقة في القلب التي يجد العبد بها رقة إن ذكر ربه أو تلا كتابه أو حتى سنة رسوله.
صلى الله عليه وسلم تحقيق الشفقة في القلب، تحقيق الرحمة في القلب، هي التي تجعل لك عينا تبكي من خشية الله. ومن أسباب تحصيل ذلك الإحسان إلى الخلق كلهم، أن يكون من وصفك الإحسان والبذل والعطاء والكرم، وعياذا بالله أن تمسك وعياذا بالله من البخل فتتعوذ بالله من البخل، وأن تمسك نفسك عنه فتبذل إحسانك للناس. ومن أسباب انشراح الصدر أيضا الشجاعة، الشجاعة خلق محمود إذا كان في موضعه، الشجاعة خلق محمود بدون تهور أو اندفاع، فالتهور والاندفاع ليس شجاعة، إنما صاحبه متهور وينسب إلى التهور والحماقة وقلة العقل. أما الشجاعة التي يتصف بها المؤمن تكون في موطنها، تكون في موطنها المحمود، فرب موقف يحتاج إلى قوة فيقف فيه المؤمن شجاعا فتكون الشجاعة محمودة، ورب موقف يكون الإحجام فيه محمودا فيحجم المؤمن فتكون العاقبة أيضا محمودة. وهذا يكون مرجعه إلى أهل العلم والعلم، فبالعلم يعلم الإنسان قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعلم ماذا سيكون حاله في الموقف الفلاني كيف سيتصرف، وفي الموقف الفلاني كيف يتصرف، إن كان مستضعفا كيف يتصرف، وإن كان ممكنا كيف يتصرف، وكل ذلك بالقواعد الشرعية. فالشجاع تجده قرير العين مرتاح البال، يشعر بلذة في جميع أنواع حياته بعكس الجبان، يحسب كل صيحة عليه فيعيش خائفا مسجونا في نفسه، لا يتمتع لا بشراب ولا طعام ولا أي لذة من لذات الحياة. وطريق تحصيل الشجاعة الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن تؤمن أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فعند ذلك تتخلص من رؤية الناس ولا تلقي لهم بالا ولا تطلب عندهم ذما أو مدحا، إنما يكون اعتمادك على الله وتوكلك عليه وتفويض جميع أمورك إليه، فيكون القلب جريئا شجاعا في قول الحق، لأنه يعلم أنه لن يصيب إلا ما كتب الله تعالى له. كذا أيضا من أسباب انشراح الصدر كثرة تلاوة القرآن، مجالسة القرآن يا عباد الله، مجالسة القرآن يا عباد الله، فما من أحد يجالس القرآن إلا قام عنه بخير أو بشر، فالقرآن لا يزيد المؤمن إلا خيرا ولا يزيد المنافق إلا شرا، القرآن لا يزيد المؤمن إلا إيمانا وسكينة وخشية وشجاعة وجرأة، نجالس كتاب الله تعالى، وإن جالسناه بقلب حاضر يكون القلب في وطن الآخرة كأنه يشاهد القيامة رأي عين، ويلقي بالدنيا جميع الدنيا
الدنيا وراء ظهره، لا يفكر في شيء منها، لذلك سينتفع بكتاب الله انتفاعا عظيما. وإذا قوي الإيمان قوي القلب والجسد، إذا قوي الإيمان قوي القلب والجسد. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي الضعيف في إيمانه. وفي كل خير لن تستطيع أن تواجه الشبهات ولا الشهوات، ولا تستطيع أن تواجه الظلم والظلم والطغاة إلا بقلب قد كمل فيه الإيمان، إلا بقلب قد عمر بالإيمان، إلا بقلب قد جالس القرآن جلسات طهيرة وانتفع به. فدعوا عنكم القيل والقال، ودعوا عنكم ظن وزعم وقيل، وأقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل جل في علاه أن يشرح صدورنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يهدي لنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يريح لنا بالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، إليك منيبين، لك مخبتين. اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى خيرك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم اكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم اكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المستضعفين في كل مكان. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا إنا لا نحسن التدبير. اللهم هيئ لنا من أمرنا فرجا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.